الإنسانية تجمعنا. وسط هذا الحضور انطلقت فعاليات مهرجان أوجات للثقافة الحسانية المنظم تحت شعار الثقافة الحسانية تجمعنا في إطار اختيار المكسوط عاصمة للثقافة الحسانية. تهدف هذه التظاهرة الثقافية المقامة من طرف الاتحاد العالمي لأدباء الحسانية إلى إحياء الموروث الثقافي الحساني بمختلف تجلياته ونبض الغبار عن مكنوناته في ظل تحديات العولمة. هل هي مرؤات حسانية؟ مرؤة الدراع ومرؤة الملح ومرؤة التدينيت ومرؤة التكيل ومرؤة الحل ومرؤة المحضرة. هذه هي القيم المجيدة اللي جاينا نسبقها العالم من عاصمة الثقافة الحسانية أو جف به. لذا اليوم من تاريخ الأمة الحسانية الأمة البيضانية لا يسطر أولادنا وأولاد أولادنا عن قط الجابرنا في نهار في مدينة قالها أو جف. احنا وتربصوا بنا الدوائر لا جتنا اللي نتكلموا مع ديتها الانترنت ومع ديتها التلفون. من جانبه مستشار جهة ولاية أدرار رحب باستضافة مدينة أوجفت لهذه الفعالية التي تحيي في النفوس وحدة الناطقين بالحسانية على مستوى 7 دول. هذه قوة هائلة يجب أن تستثمر ثقافيا. اللغة واحدة وزي واحد وثقافة واحدة وتقاليد واحد. لقد للأسف فرقتنا الجغرافيا. شكرا لفخامة رئيس الجمهورية لأن الحكومة رخصت لهذه التظاهرة الثقافية والترخيص يكفي أن الحكومة فتحت لنا المجال. نحن المجتمع المدني، نحن الشعوب لكي نلتقي في هذه الأرض. بدوره ممثل الوفود المشاركة في التظاهرة أكدوا ضرورتها في إبراز المشتركات في القيم والعادات والتقاليد مما يعزز العيش المشترك، مشيرين إلى أهمية الوقوف بوجه تداعيات العولمة باعتبار الاتحاد العالمي لأدباء الحسانية مكسبا سيساهم في تعزيز الروابط والقيم. مداخلات من أعضاء الاتحاد العالمي لأدباء الحسانية أشادت بجهود السلطات العمومية في مجال العناية بالثقافة وحماية الموروث الثقافي باعتباره صمام أمان للهوية الوطنية الجامعة. هذا وتضمنت فقرات المهرجان في الليلة الأولى تقديم عدة وصلات موسيقية وشعرية عكست جوانب من الموروث الثقافي الحساني المشترك في معركة إثبات الهوية الثقافية. الفاغولي الشيباني، قناة الموريتانية، مدينة أوجفت.